السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال والظروف ان شاء الله. ورمضان مبارك سعيد. هنايا عندي المكونات ديال البسطيله ديال الحوت اللي كنستعمل انا شخصيا، واللي بغى يجمعها بسطيله وحده يجمعها، اللي بغى يديرها سيجارات او لبريوات او لبسطلات صغيورين كل واحد يجمعها على حسب لاش بغاها. انا غنديرهم سيجارات باش نديرهم في الكونجيلاتور، وكل نهار نطيبو منهم القياس اللي بغينا. عندي هنايا الكروفيت منقي، عندي هنا سيبيا او كالامار وحده فيهم كتقطعوها بحال هكا صغيره، كتنقيوها مزيان وكتقطعوها هكا صغيره. عندي هنا الهبره ديال الميرلا، كتاخذوا الميرلا الكبيره وكتنقيوها مزيان، كينقيها لكم الحوت، وكديروها في الكسكاس ديال الكسكاس ديال البرمه حتى كتفور مزيان، وكتحيدوا منها هاد الهبره ديالها بوحدها. هنا عندي الفلفله مقطعه صغيره، الحمراء والصفراء والخضراء مقطعه صغيره بحال هكا. هنا عندي الزيتون بالعظم مقطع صغير، والحامض مصير حتى هو مقطع صغير، والثومه محكوكه. هنا عندي لي شامبينيون النوار كيكون يابس، وكنفزقوه في الماء السخون مزيان وكنقطعوه هكا طريفات صغار. والشامبينيون البيض كيتاخذوه كونسيرف في البواط، كتحيدوا ليه الماء ديالو وكتقطعوه حتى هو بهذه الطريقه هكا صغير. هنا عندنا الربيع مقطع حتى هو صغير، وباقي ليا الفيرميسيل الشعريه الصينيه كنستعمل انا ديال الارز. ها هي نوري عليكم، ها هي كتجي بحال هكا، حتى هي كديروها في الماء سخون حتى كتطلق مزيان، وكتقطعوها بالمقص حطيتها في هاد البول هذا. ملي كتبغيو تفزقوها في الماء طايب باش تطلق، كديروا معها لي شامبينيون نوار هذا اللي كاين هنايا، كديروا معاها حتى كيطلقوا بجوج. هذه كتقطعوها بالمقص، وهذا كتهزوا كتقرضوا بهذه الطريقه. ها هما صورتهم لكم بحال هكا، تقدروا ديروا سكرين لا فوتو باش هكا يبقاو عندكم المقادير ديال الوصفه في لا فوتو. من بعد نوريكم دابا الطريقه ديال التحضير. هنا كنبداو بسم الله، كنديرو هنا طريف ديال الزبده في المقله. بديت بالسيبيه اللي مقطعه مزيان، غنسوطيوها هنا مع شويه الزبده والملحه فقط باش كيبقى الحوت على اللون ديالو طبيعي، ما تزيدو لا ملونات لا بهارات لا حتى شي حاجه، شويه ديال الملحه والزبده باش كيبقى الحوت في اللون ديالو وفي المذاق ديالو الاصلي. راه كيجي داكشي بنين وزوين، جربوا ردوا عليا. بالنسبه للبهارات غادي نستعملهم مع المقادير الاخرى من غير الحوت. الحوت غادي نسوطيه في هذه المقله كله فقط مع الزبده وشويه ديال الملحه. هنايا هانتوما كيف ما كتشوفوا، غير كتبدا كتسخن كتطلق الماء ديالها، كنبقاو كنديوها وكنجيبوها في هذه المقله بحال هكا. حاولوا المقله تكون ديال التيفال، كتبقي كتديها وتجيبيها بحال هكا حتى كتعاود تشرب هاد الميه ديالها، كطيب فيها وكتنشف نهائيا من الماء ديالها، يعني ما يبقاش فيها حتى قطره ديال الماء. كنصوطيوها كنشحروها حتى تنشف مزيان، منها كطيب ومنها تنشف من الماء ديالها. هانتوما هنا كيف ما كتشوفوا، ها هي بدات كتنشف، هاد السيبيا ديالنا بدات كتنشف، غير تنشف مزيان ونزولوها. صافي هنا كيف ما كتشوفوا نشفات لينا السيبيا تجي بحال هكا، هيا حطيناها هنا باش تبرد، ونعاودو نرجعو المقلة فوق من البوطة، نديرو فيها شوية الزبدة، نديرو شوية ديال الملحة، هي الزبدة والملحة ديالنا، ونحطو النوع الثاني ديال الحوت اللي هي الميرلون مفورة، مزول ليها العظام ومنقيه مزيان، تقطع فيليات كتقطع دي فيلي ياك، ومن بعد كتفور في الكسكاس ديال البرمه كيف ما قلت لكم،
كتفور في الكسكاس ديال البرمه، وكنزولوا الهبره فقط، وكنحيدوا لهاديك القشره الفوقانيه ديالها، تكون فيها واحد القشره في الكري، هذيك كتبقى بها حتى كتفور صافي. وكنحيدوا هذيك الهبره، هي هذه دابا من بعد ما بردات ها هي. ندير لها حتى هي صوطي في المقله بهذه الطريقه، هذه حتى كتنشف مزيان، كتدخل مع هذيك الزبيده والمليحه كتصوطها في المقله، وكنحطوها بجنب من السبيه. ها نتوما كنبقاو كنشفوها بحال هكا هذيك الزبده فقط، كيف ما قلت لكم الزبده وشويه ديال الملحه، كنبقاو نشفوها بحال هكا حتى تنشف مزيان. كيتحلوا دوك الطرف الكبار، كيوليو مفرتين بحال هكا، بحال الا حطيتو الكفته في المقله وبديتو كتديوها وتجيبوها في الزيت كتولي مفرتته، بحال هذيك النتيجه اللي بغينا نوصلوا ليها في هاد الهبره ديال الميرلا. صافي ملي كتنشف مزيان كتحسوا بها راه طابت، هي اصلا مفوره، هي اصلا طيبه هاد الطريقه، غير كندخلوا ليها شويه ديال الزبده، النكهه ديال الزبده كتجي فيهم مزيانه، وفي نفس الوقت كنحلوا دوك الطرف الكبار كتولي مفرتته على الطريقه هذه. بالنسبه للميرلون اللي ما بغاش يديرها يقدر يعوضها بالهبره ديال القرب، هبره ديال الحوت قرب، او كنقول لي بالشلحه كيقولوا لي زلمزه، حتى هي كدير لها نفس الطريقه، كتفورها في الكسكاس مزيان ومن بعد كطيب، ومن بعد كدير لها الطريقه هكا في المقله نفس الطريقه، غير هي الميرلون كتجي احسن. كتجي بحال هكا، شحال كتجي مفرته بحال هكا، هاي السيبيا، وحطينا حدا هكا لامار، ونكملوا الباقيه ديال الحوت ديالنا. وهنا عاوتاني كنعاودو نديرو مخصو ديال الزبده في نفس المقله، باش كنديرو الحوت الثالث وفواكه البحر كالامار والكروفيت، فواكه البحر صافي. كنصوطيو عاوتاني الكروفيت ديالنا بهذه الطريقه، حتى هو شويه ديال الزبده ومليحه فقط، كنصوطيو مزيان في مقله بهذه الطريقه حتى كينشف مزيان، ومن بعد نضيفو جانب الانواع الاخرى ديال الحوت. تبعوا معي الطريقه، كديروا في الاول النار متوسطه، ومن بعد ملي كيطلق هكا هاد الماء ديالو كتجهدوا البوطه، كتجهدوا العافيه باش ينشف لكم دغيا. هنا غادي يكون الكروفيت ديالنا نشف بحال هكا. للاشاره بالنسبه للكروفيت درت نص كيلو، وبالنسبه للسيبيا والميرلون درت كيلو كيلو. هنا عاوتاني درنا الزبده، هنايا خلطنا البزار والملحه والخرقوم، شويه الطحميره، شويه الهريسه، الكمون، سكنجبير، كنخلطوا هاد البهارات بحال هكا مع الزبده. غنزيدوا ليهم الفلفله حلوه مقطعه صغيره، غنزيدوا ليهم شامبينيون نوار والشامبينيون البيض، غنزيدو ليهم
الحامض المصير مقطع صغير، الزيتون مقطع صغير، والثومة، وهنايا عندنا الهريسة ومطيشة الحك، معلقة صغيرة معلقة صغيرة صافي. وكنبداو كنصوطيو في المقلة ديالنا عاوتاني حتى كي يتجانسوا العناصر مع بعضها، وكتنشف تماما من الماء، وكنحطوها جنب الحوت. صافي غنحركو هادشي مزيان مع بعضو تينسجمو العناصر كامله. يعني هاد المقله بوحدها فاش كنديرو البهارات يعني التوابل ديالنا، كنديرو الهريسه كيف ما شفتو، مطيشه ديال الحك واحد المعلقه صغيره حتى هي، لي شامبينيون، كاينين حتى دوك الخضر المحمضه اللي كيتباعوا عند مول الزيتون تقدروا تاخذوهم، كاين داك لي كورنيشون، كاين المهم كاين بزاف ديال النوع د الخضره كتكون محمضه كتجيبوها وكتقطعوها حتى هي بحال هكا صغيره، تقدروا تزيدوها حتى هي في هذه المقله. انا بالنسبه ليا الفلفله الحلوه كتعجبني النكهه ديالها في البسطيله ديال الحوت، اللي ما بغاهاش يقدر يستغنى عليها ما يديرهاش. وبالنسبه لي شامبينيون كسوا البيض او النوار، هادو حتى هما راه تيتواتوا مع لوغو ديال الحوت كيجيو مزيانين. نصوطيو هادو مزيان خلوهم تيتجانسوا مع بعضياتهم، وغنزيدو ليهم واحد شويه ديال لاصوص ديال الصوجا بطبيعه الحال المالحه. انا كناخذ هادي صلصه الصوجا السميكه بطعم الفطائر هي اللي كنستعمل. هنا كنعصرو بحال هاد الطريقه هادي واحد نص حامضه بحال هكا. بالنسبه ليا انا ما كنبغيش فيها الحامض بزاف، اللي كيبغي الحامض بزاف يقدر يدير كميه اكثر. انا درت تقريبا نص حامضه مصيره مقطعه صغيره مع العناصر اللي جمعنا في المقله، وكنزيد عليها عصير نصف حامضه بحال هكا صافي. ملي كيطيب هادشي كينشف بهاد الطريقه هادي هكا، كنحاولوا نزيدوا ليه هاد الشعريه الصينيه كيف ما قلت لكم انا كنستعمل ديال الروز، يا اما غادي تخلطوها مع هاد الحشوه هادي باش تاخذ من القوام ديالها وتنسجم معها، ينسجم مع هذاك القوام، يا اما غادي ديروا لها شويه ديال الزبده حتى هي بوحدها وشويه ديال التوابل، وغادي تنشفوها حتى هي بنفس الطريقه في المقله. كنحاولوا ننكهوها بالتوابل وشويه ديال الزبده او التوابل ديال الحوت حتى هي كنخدموا بها، ديروا التوابل ديال الحوت وشويه ديال الزبده وتخدموها بوحدها في المقله، اولا هذه الطريقه كتجي اسهل، تحاولوا تخلطوها مع هاد العناصر بهذه الطريقه هذه، وكتبقى في نفس المقله حتى كيدخل معها القوام، و كتشد حتى هي اللوغو ديالها. انا ما كنصحكمش تخلطوها مع بقيه العناصر هكاك وهي غير دايزه في الماء السخون بوحدها بوحدو، لا ضروري تنكهوها يا اما مع هاد العناصر اللي عندنا هنا في المقله، يا اما كيف ما قلت لكم كتعزلوها بوحدها وديروا لها التوابل ديالها بوحدها وشويه ديال الزبده، وحتى هي تنشفوها بهذه الطريقه في المقله حتى كيدخل مع هذاك القوام مزيان. هنايا كنزولوا هاد القوام ديالنا اللي خلطنا مع الشعريه بحال هكا، كنحطوه بجنب ديال ثلاثه د انواع د الحوت بحال هكا صافي، وكنخلوه حتى تيبرد مزيان، وكنضيفوا له زلافه ديال ربيع مقطع
مخلط بين المعدنوس والقزبور، ولكن حتى كتبرد الحشوه مزيان عاد كنزيدوا لها الربيع وكنبداو نخلطوا بواحد جوج ديال الفرشيتات بحال هكا. نبقاو تنحركوا كنخلطوا حتى كتنسجم العناصر كلها مع بعضها. ضروري نستعملوا جوج ديال الفرشيت ضروري باش كتدخل العناصر مع بعضها، وكنحاولوا نزيدوا ليها الربيع صافي. ومن بعد في الوقيته ديال اللف ديال سيغار ولا بسطيله صغيره ولا بسطيله كبيره كنزيدوا فروماج محمر محكوك. انا بالنسبه ليا ملي كتبرد الحشوه كنزيد ليها الربيع. دابا الليل هذا غنخليها في بواط في الثلاجه. كنشكركم على حسن المتابعه، كنتمنى الوصفه تعجبكم. الى اللقاء ان شاء الله، فيديو قادم بحول الله. ما تنسوناش من الجيم ديالكم. الى اللقاء.